هاي، كيفكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبه قراءه عاطفيه لطاقه لبرج الجدي. راح احاول احكي فيها عن مشاعر الحبيب نوياه، مشاعرك كذلك نوياك، وراح احاول اشوف مستقبل العلاقه. يعني كما عودتكم عن هذه القراءه تنطبق، ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمر والطالع. اذا حسيت انه هذه القراءه لا تنطبق عليك شخصيا، حاول تشوف الأبراج التانية أو الفيديوهات تبع الأبراج الأخرى اللي هي البرج الطالع والشمسي والقمري. كذلك أنه في احتمالية أنه تكون قراءة عكسية. يا برج الجدي، عم نشوف أنه كأنه في جرح بقلبك، في كأنه في كسرة بقلبك كتير موجوع من شخص أو من ذكريات من الماضي. عم تتذكر أشياء من الماضي يا برج القوس، يا برج الجدي سامحني. وعم شوفك كتير تعبين من علاقة حب، أوكي؟ ممكن للبعض من الرجال عم يتذكر أو امرأة من برج ناري أو من برج مائي. كذلك في نساء عم تتذكر شخص من برج ناري أو مائي، يعني عامة بس ممكن يكون من هذه الأبراج وممكن يكون لا. أوكي، هذه الطاقة الخاصة تبعك يا برج الجدي. عم شوف طاقة الشريك حاليا يشعر بقوة، ممكن هو حاليا بحس انه العلاقة صراحة جيدة. انا صراحة ما عم شوف في خصامات او الطاقة اللي طلعت عندي ما تبع، يعني مش يعني ما فيها افتراء، اوكي، ما فيها ابتعاد. ممكن يكون فيها حزن، اوكي، او فيها يعني ما فيها يكون خصام كبير ومفترقين ومبتعدين عن بعض. ممكن يكون حد، ممكن نقاش، لانه عم شوف هون في كسرة قلب عم تشعر فيها، اوكي، ممكن بسبب هذه العلاقة، ممكن بسبب شيء اخر، اوكي. اما عامة فانا بشوف العلاقة جيدة، بشوف كذلك حتى الحبيب اللي عم تفكر فيه او اللي معه انت يا برج الجدي، عم شوفه بحس بقوة، ممكن ناجح بالمش يعني بالموضوع، موضوع العلاقات، حتى بالموضوع المالي ممكن الامور سايرة معه بهذه المرة احسن من قبل، اوكي. مشاعرك انت نحوه عم شوفها عم يعني تتعرض لنوع من التغيير، كأنه انصدمت يا برج الجدي من هذا الانسان. يعني شو حصل؟ انه عم شوف في صدمة، في موت شيء وبداية شيء. يا اما انا عم شوف انه هذه العلاقة كانت من قبل وكنتوا انتوا مش يعني مش ولا بد بهذه العلاقة، مش بتفاهموا انت وياه، وصارت العلاقة أكثر تحسنا وأكثر استقرارا أنت وهذا الإنسان، وعم تحس أنه في وئام وفي في نوع من التفاهم أكثر، أوكي. وممكن يكون العكس، كنتوا بتتفاهموا من قبل وصارت العلاقة عم تسوء. أما هو عم شوف أنه صار يعني بحس أنه صار يتفاهم معك أكثر، عم يشعر بسعادة معك يا برج الجدي، في فرح وفي سعادة، اوكي. عم شوف كذلك الاشياء اللي ما بتحبها بهذا الانسان، ممكن شخص حالم كتير وبتحسه انه انسان منه واقعي، لانه برج الجدي عامة شخص واقعي، ما بحب انه يعيش بالاوهام وبالاحلام وبالكلام الفارغ، بحب الواقع اكثر، انسان واقعي كتير. وهيك انا عم شوفك حاليا، او الاشياء اللي ما بتحبها بهذا الشريك ما بتحب فيه، لانه هو انسان اكثر فيه بيحلم اكثر ما بيكون واقعي. كل شيء أحلام، كل شيء كلام فارغ أنت بتحسه أوقات فيه، أما الواقع شيء آخر، أوكي. ما بالأشياء اللي بتحبها فيه، بتحب فيها لأنه إنسان شاعري حساس، فيه نوع من اللطف ومن العطف بقلبه هذا الإنسان. ممكن يكون حتى برج الحوت، برج الأسد، برج العقرب، أو برج الحمل، حتى برج الجدي بيطلع بهذه القراءة.
الشيء اللي ما بيحبه هو فيك على انه انت شخص عمل كتير، شخص بتهتم بالعمل كتير، ما بتهتم فيه اوقات انت تبدي اولوية للعمل ولا النجاح المادي للمال اكثر ما تهتم فيه. اوكي، انا عم شوف على انه انت شخص مادي، شخص عملي وشخص مادي، شخص تهتم بالواقع، اما هو عم شوفه شخص يعني بيهتم للمشاعر، بيهتم للأحاسيس أكثر. أوكي، عم شوف كذلك حتى الأشياء اللي بتحبها فيه، اللي بيحبها هو فيك، بحب فيك على أنه أنت شخص صبور، شخص متحكم بأعصابك، شخص هيك مستقر، لأنه برج الجدي، أشخاص برج الجدي أشخاص مستقرين بالحياة، ما فيهم هيك، ما بيحبوا التغيير كتير، بحبوا الهدوء، بحبوا السكينة، بحبوا الاستقرار. بحب فيك هالشغلة، بحب فيك على أنه أنت إنسان بتقدر قيمة المال، قيمة البقاء مع الشخص، إنسان مستقر معك. هو ممكن هو شخص متغير متقلب المزاج، أما أنت شخص ثابت أكتر. مشاعرك أو نواياك نحو هذا الإنسان بدك إنه تكمل معه بالحب، إنه تكونوا معا، على ما يعني ما بشوف بالورقة، لأنه أنت بتحب هذا الإنسان. ممكن أنت لا تقول لهذا الشخص أو لا تبدي بالقول لهذا الشخص بالحب وهكذا يعني، بس أنت من جواتك بتحبه، بتحبه كتير. وعم شوف نواياك نحو هذا الإنسان أنه تستمر هذه العلاقة، ويعني يمتلئ هذا الكأس بالحب. أوكي، عم كذلك عم شوفه هو بده يكمل العلاقة معك، وبحس أنه في حب أو في نوع من التجانس أنت وياه. مستقبل العلاقة عم شوفه جيد، إذا كانت العلاقات أو كانت العلاقة فيها نوع من القوانين. أوكي، ما تكون هيك عباسية إنه كل واحد يحكي اللي بقلبه، ما تخلو كل واحد يعني مخبي اللي بقلبه. أوكي، إذا أنت مجروح أو تعبان من أشياء ما بتحبها بالشريك، ممكن تصرح له بس بشيء من اللطف، كذلك هو لا يكون كل شيء واضح، لا تمشي العلاقة جيدة جدا. أوكي، أما بما يتعلق بالناس، يعني الناس العزاب، عم شوف ممكن يجي شخص لعيلكم يا برج الجدي، شخص من العائلة يتقدم لإلكم بالزواج. ممكن انتو يا برج الجدي ما تحبوا الموضوع، ما تحسوا انه الموضوع يعني جيد جدا لإلكم. ممكن حتى الشخص يكون متزوج وعنده علاقات يعني أخرى مع نساء أخرى، ممكن متزوج بثلاث نساء، بزوجتين، بمرأة، يعني في شخص قبلكم، أو ممكن يكون شخص متعدد العلاقات. أنا صراحة مش مرتاحة لهالإنسان اللي عم يجي، لأنه بيظهر بطاقة الديفل، يعني بطاقة الشيطان، يعني ممكن يظهر لك شيء و يخفي شيء بقلبه. أوكي، أنا ما بحب صراحة إنه يكون شخص بهذه الطاقة، إنه منه جيد. أوكي، كمان عم شوف النصيحة اللي بتنصحك، هل تقبل بهذا الشخص أو لا؟ ممكن هذا الشخص بيبين لأول وجهة إنه شخص عنده منصب عالي، إنسان مشهور، إنسان عنده كتير أشياء جيدة، بس من وراء هذه العلاقة راح تشوف كتير مشاكل، كتير مش شوي، وممكن هذه المشاكل راح تتطور وتصير أشياء ما بتنتهي، يعني تصير في حلقة مفرغة مع هذا الشخص، وبدك تنهي هذه العلاقة وما تلاقي كيف تنهيها. أوكي، أنا صراحة لا أنصح بهذا الشخص أبدا. إذا حسيته
انه شخص مناسب. ممكن للوجهة الاولى بتحسوا انه شخص مناسب، بس ابدا انه يخفي شيء هذا الانسان. اوكي، رح احاول اخذ نصيحة لكم يا برج الرضي. بقول لك انه ممكن تسأل احد، وممكن تسألني انا كمان، انه ارشدك للطريقة اللي فيها نوع من الخير لإلك. اوكي، يعني ممكن تسأل شخص اذا في هذا الانسان فيه خير، اذا ممكن تاخذ نصيحة من احد. وانا على ما يظهر لي في القراءة على انه شخص غير جيد. اما بما يتعلق بهذه العلاقة فانا مشوفها جيدة، مش فيها مشكل. ممكن في نوع من الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك، يعني مش بالشيء اللي يعني الكبير. اوكي، كمان هون في مراسم، او ممكن هذا الشخص يتقدم لإلك، خاصة للعزاب. اوكي، بقول لك انه احلامك اللي تتمناها راح تتحقق بسرعة اكثر ما تتصور، بس محتاجة للتغذية ويعني والعطاء. اوكي، اذا بدك تحقق اشياء كنت تتمناها راح تتحقق، بس لازم تعمل عليها. وانا ما يعني برج الجدي شخص بيعمل على الاشياء، منه شخص كسول ابدا، شخص يؤمن انه الاشياء اذا تعبت فيها رح تلاقي نتيجة. اوكي، هيدا الشيء اللي بيطلع عندي يا برج الجدي. اتمنى انه تكون الصحة بخير وكل شيء بخير، ويكون هالشهر شهر جيد عليكم.